السلام عليكم، حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق، وننتظر مشاركاتكم من خلال أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم لإبداء الرأي والتفاعل معنا بشأن المواضيع التي نطرحها. في الفقرة الأولى من المقاطع المتداولة، يواصل رئيس حكومة الإطار التنسيقي محمد الشاع السوداني تنصله من تعهداته بشأن إقرار قانون العفو العام بحسب ذوي معتقلين، فيما تجاوزت نسبة اكتظاظ السجون الحكومية ب 300% بالمعتقلين الذين ينتظرون النظر في قضاياهم، ومع تأكيد منظمات حقوقية دولية ومحلية أن غالبية المعتقلين لم يحصلوا على محاكمة أو محاكمات عادلة، وجرى انتزاع اعترافاتهم تحت التعذيب. أيضا تتذرع أحزاب الإطار التنسيقي بأن القانون يزعزع الأمن في حال إقراره، وصفة المعتقلين بالإرهابيين. طبعا تتواصل في الأثناء مناشدات أمهات المعتقلين لإطلاق سراح أبنائهم من السجون الحكومية وتمرير قانون العفو العام لغايات إنسانية وسط استمرار التجاهل الحكومي لهذه المطالب. لنشاهد والدة أحد المعتقلين وهي تطالب بإقرار قانون العفو العام. رئيس الوزراء اكو عفو لو ماكو حتى احنا نرتاح، انتم قاعد تضحكون علينا، والله عيب، والله عيب عمي، عيب، والله عيب على نواب، على نواب العراق، والله عيب عمي، الدول كلها قطت عفو لاولادها، ليش ما تعطون عفو لاولادنا؟ فرحونا مره من 2016 ليه هسه ما فرحتونا؟ ليش وقت تفرحونا؟ عمي ما نريد كل شيء، ما نريد من عندكم، اعطيناكم الجمل بما حمل، كل شيء ما نريد، نريد اولادنا، اولادنا تمرضت بالسجون، اولادنا عرت بالسجون، عمي كافي، عمي الحوانيت غاليه علينا، عمي موتوهم، موتوهم جزعتوهم عمي، اكو عفو يا رئيس الوزراء، اكو عفو اعطينا اياه، ماكو عفو هم الهم كل ماكو عفو، والله والله العظيم، اسمع محسن المندلاوي، اليوم حصلنا رقمك باكر نقعد ببيوتكم، اسمعوا يا نواب العراق، اليوم حصلنا ارقامكم ودقينا عليكم، لا والله وما جاوبتونا، باكر لا والله احسبونا قعدنا لكم ببيوتكم منا لهذا الاسبوع، طرقتوا العفو طرقتوه، درجتوه هذا العفو ان درجتوه، ما درجتوه لا والله احنا نساء العراق وامهات السناجه وامهات السجنات تعرف شو تجيب لكم، كافي عيب، جزعتونا مللتونا ما وردتونا، ما تباعون غيره ماكو، عم والله غيره ما عندكم، لا غيره ولا شرف، وعساها بحظكم وبحدكم، وان شاء الله شهر رمضان عليكم لا خير ولا سلامه، ما طول ما تعطون العفو للابرياء، استحوا شويه، استحوا عيب. مشاهدينا نستمر مع هذا الموضوع. يقبع الآلاف من الذين اعتقلوا بوشاية المخبر السري وهو النظام الذي عملت به حكومات ما بعد 2003 يقبعون في السجون الحكومية ويعيشون ظروفا صعبة، وبحسب إحصاءات فإن ما يقرب من 80% من المعتقلين لم يعرضوا على القضاء، فيما تستغل قوى متنفذة هذه الأعداد من أجل أن تسرق مخصصاتهم المالية. وسبق أن أقرت وزارة العدل الحالية أن نسبة الاكتظاظ في السجون وصلت إلى 300% وأن عدد المساجين يصل إلى 60,000 معتقل، بينما لا تتجاوز طاقة الاستيعابية للسجون أكثر من 25,000 سجين. طبعا بالإضافة إلى ذلك تفتك الأمراض بالمعتقلين نتيجة سوء التغذية والحرمان من الرعاية الطبية في عمليات تعذيب ممنهجة تمارسها السلطات ضدهم بحسب المصادر، فيما تواصل المماطلة بإطلاق سراحهم رغم إقرارها بأن أعدادا كبيرة منهم من الأبرياء. دعونا نشاهد مشاهدينا الكرام مناشدة أخرى أطلقتها والدة أحد المعتقلين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، لنستمع. يا محمد الشياع السوداني، يا محمد الشياع السوداني، ايش وقت، ايش وقت دولتنا الله يرحم بيها، ايش وقت الله يرحم بيها ويلطف بهاي الناس، بهاي الناس، يا الله يا ناس يا عالم، هذا القرآن، هذا القرآن، الشباب ماتت بالسجون، ماتت، ماتت بالسجون، انتهت، هذا تدرن وهذا يموت ويذبونه، يموت بالتعذيب ويذبونه، يعني المخبر السري ماكو، شو اسمه ضباط التحقيق ما ادري شنو، المن نتجه؟ المن نروح؟ المن نروح؟ المن؟ المن؟ الناشدكم باسم من؟ باسم من؟ باسم الغيره؟
مو دبت النسوان شيلها بالمظاهرات، مو الناس فرعت النسوان، مو الشباب ماتت بالسجون، الجهال تيتمت، الأمهات النسوان طلقت وراحت عفت جهالها وراحت. المن الناشد؟ المن قلونا المن الناشد؟ ناشد رب العالمين بس الله بقى، بس الله بقى، بس الله بقى. وانت يا سيدنا يا رئيسنا يا رئيس الجمهورية يا رئيس الجمهورية، بش وقت انت الك قرار؟ اش وقت انت مخلينك رئيس جمهورية لو تنش ذبان؟ المن مخلينك؟ المن مخلينك رئيس جمهورية؟ المن؟ بيد من الدولة العراقية؟ بيد من بس اريد اعرف بيد من الحدود؟ بيد من اريد اشوف الضباط التحقيق الدنيا العالم؟ اريد اشوف اش وقت تنصفون الامهات مو ماتت؟ مو تعبنا؟ تعبنا. مشاهدينا الكرام، نستعرض بعض التعليقات التي وردت بشأن هذا الموضوع. سيد محمد يقول: يا رب فرج عن كل السجناء وحسبي الله ونعم الوكيل. علاوي يقول: نطالب بالعفو العام عن السجناء، فرحوا الأمهات والأطفال. تعليق من ريتاج تقول: إدراج قانون العفو العام مطلب شعبي، ارحموا الأمهات والأطفال، كفاكم مماطلة. آيات تقول: قانون العفو العام هو مطلب شعبي، أنقذوا السجناء من الظلم، السجناء تموت بالسجون، ارحموهم يرحمكم الله. مشاهدينا، نستمع لرأي السيد محمود من الموصل. تفضل يا محمود، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا أني بس عندي كلامين أريد أحكيهن. تفضل. أول وحدة، رئيس جمهورية هذا زلمة كردي. نعم. هاي وحدة. عيب علي حاكمته غير دولة يقعد على الكرسي، الوجه بليس اللعين. شلون؟ واثنين عندك، بس دقيقة يا محمود، شوي حتى افتهمك. شبي رئيس الجمهورية؟ ما هذا رئيس جمهورية، ما يصير رئيس جمهورية حاكمته غير دولة، عيب عليه قاعد على الكرسي. ما يصير يا أستاذ. مو النظام اللي اجوا بيه بعد 2003، منصب رئيس الجمهورية منصب شكلي، وظيفته الوحيدة تقريبا هو يوقع على أحكام الإعدام. نعم، هاي وحدة. اثنين، شلون رئيس دولة ورئيس وزراء هذا اللي يقول الله لا يوفقنا الله لا يوفقه الوجه إبليس. طيب. محمد الشيعة السوداني يروح السجن يرددوا هذا العامل حج نقب، هذا ترى مو حج هادي، حج نقب هذا. يروح للسجن يقول له ارجع احسن لك، ممنوع من خميني الزياره للسجناء، ويدير راسه ويرجع. يعني ايه هذه المعقدتني بالدنيا؟ رئيس وزراء ورئيس جمهوريه يحطون على منصب وما يمنع على السجن مالهم؟ هذولا عجايق السامي يا استاذ، وخلهم يسمعوني ويريدون ابرز اسمي زاد، واني مسؤول عن كلامي محمود الجبوري. هذول ما يصلحون، هذا يصلح راعي معز بالجبل. طيب. وهذا رئيس مخاولين. نعم. اشكرك سيد محمود، انا تقريبا يعني فهمت الى حد ما صراحه، لانه ما اعرف اكو مشكله بالاتصال او حضرتك تتكلم بسرعه شويه، لكن وصلت الفكره بشكل عام. انتقادات لمحمد الشيع السوداني الذي تسلم السلطه وكانت ضمن الورقه التي قدمها إلى البرلمان ضمن ما يعرف بالبرنامج الحكومي مناقشة وحل مشكلة السجناء والمعتقلين، ويعني طرح موضوع القانون العفو العام بشكل جاد والتعامل معه بشكل جاد كذلك، كانت من الوعود التي أطلقت من قبل السوداني. لكن إلى الآن وبعد مرور تقريبا سنة ونصف على رئاسته على حكمه، لكن لم يتحرك ولم يتداول أو يتناول موضوع العفو العام إلى الآن. السيد أبو وسام من ميسان، تفضل. أبو وسام من محافظة ميسان، أسمعك يا أبو وسام. فقدنا الاتصال يبدو يا السيد أبو وسام، أرجو منه يعاود الاتصال مرة ثانية. طيب، ننتقل مشاهدينا الكرام إلى موضوع آخر أيضا يعاني منه العراقيون بشكل كبير، وهي نقاط التفتيش والسيطرات الأمنية. طبعا الإتاوات المفروضة على سائقي الشاحنات هي من الظواهر التي يعاني منها العديد من سائقي هذه الشاحنات. في محافظة التأميم على سبيل المثال
من أيضا يعانون من انتشار حالات الابتزاز عند نقاط التفتيش والحواجز على الطرق الخارجية، حيث يتم فرض إتاوات على الشاحنات المحملة بشتى أنواع البضائع والمواد بحسب سائقي تلك الشاحنات. وأيضا يقولون بأن القوات الحكومية تعرقل مرورهم من مدينة كركوك مركز محافظة التأميم إلى محافظة ديالى، فضلا عن محافظات كردستان العراق. وتقوم أيضا هذه السيطرات بفرض إتاوات على الشاحنات المحملة بالبضائع بحسب حمولتها ووفق تقديراتهم الخاصة. ويشتكي العديد من سائقي هذه السيارات الشاحنات من تعرضهم للابتزاز المالي بشكل مستمر، مؤكدين دفعهم أتاوات تتراوح ما بين 85 ألف دينار عراقي إلى 50 ألف دينار عراقي من أجل إكمال الطريق، في ظل صمت القيادات الأمنية وتجاهلها لمناشداتهم المتكررة. دعونا نشاهد ونستمع لمناشدة أطلقها أحد سائقي السيارات ورصد عملية تكدس عدد كبير من سيارات الحمل في طوابير طويلة خلال خضوعها للتفتيش بالسونار في إحدى السيطرات الواقعة ضمن مدينة كركوك ومحافظات الشمال. دعونا نشاهد هذه اللقطات مشاهدينا الكرام التي تبين نوعا آخر من المعاناة. دمر العالم، باوع هنا وصراجين الكركوك وهاي العالم شنقر والروم ونور السونار، هاي سيارات الغار سيارات الحمس طراريش وصايف النساوي واقفين القناة مطفين، هاي على هيك شغلة، هاي السونار سارحة، شوفوا العالم العالم من نزلة عالترابي، قال محمد سامي شوف 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 محمد سامي والعالم من نزلة، العالم ساد جاي ساد الشارع من ورا السيطرة، ما سونار سرحة، هاي سونار سرحة دمر العالم، والله دمر العالم، دمر الشارع يا وزير الداخلية، باوع باوع شوف شوف عينك شوف، هسه هنا راجعين الكركور واقفين على الترابي، يعني ذاك الشارع، ذاك الشارع صاير سبع سايدات، سبع سايدات صاير سبعة، وهاي العالم وين شطت، هاي جاي من اربيل عنده مريض عنده فاتحة عنده شيء، مين يعبر؟ ما تقول لي منين يعبر؟ نكمل مع هذا الموضوع مشاهدينا. يبدو ايضا ان سيطرة الصقور تحولت من نقطة امنية الى محطة لاستنزاف المواطن العراقي، ونقطة تقضي عندها ساعات طويلة، حتى لقبها بعض المواطنين بحاصدة الأرواح، وذلك لأنها سجل فيها عدد من الوفيات لمرضى وولادات بسبب طول انتظارهم. وأبدى العديد من المواطنين تذمرهم من تلك السيطرة لما تسببه من معاناة لهم وما سجل فيها من أحداث مؤلمة، من بينها حالات وفيات لمرضى في سيطرة الصقور بسبب ساعات الانتظار الطويلة. دعونا نشاهد مشاهدينا الكرام الشكوى التي وثقها بعض المارة من خلال هذه السيطرة من سائقي شاحنات نقل البضائع ومواد البناء، الذين يؤكدون هنا أن هناك تعمدا من عناصر هذه السيطرة لإجبارهم على الانتظار لساعات طويلة أثناء خضوعهم لعملية التفتيش من أجل أن يدفعوا الإتاوات مقابل أن يتم تسهيل عبورهم. دعونا نشاهد. شوف اليوم الصبح الساعة 9 الصبح، من النسخة في الوادي لحد الآن، يعني شنو السبب اللي خليهم يشغلون بس سونار واحد؟ أدفتهم غير شغل سونارين، شفت الزحام شغل سونارين، أنت علما مشغل سونار واحد يعني بس أدفتهم، ما تريد العالم تروح لها لها، قولوا ما تريد، ما أريد واحد يمشي على الشارع حتى بعد نبطل، طفلوا النار. نتابع التعليقات على هذا الموضوع مشاهدينا الكرام. عباس يقول: شيء لا يعقل في بلد المليارات، هذه كلها ضمن مؤامرة مدروسة من قبل المسؤولين لإبقاء العراق وشعبه في العصور المظلمة. أبو ملاك يقول: والله ما أدري ليش هيك يسوون، يا عم يتركوا العالم تشتغل على باب الله، العالم باعت سياراتها من وراء السيطرات، عمي والله هذا دمار للاقتصاد وحركة التجارة، افتحوا السيطرة للعالم، ترى السيطرة ما تمنع أي شيء، مجرد تعطيل للعالم وأخذ رشاوي، والأمن والأمان ما ينفرض بسيطرة تعبانة،
المفروض ينتبهون لهذا الموضوع المهم. تعليق من قيس يقول: هذا هو العراق الجديد، والمصيبة طريق دولي، والله مخازي وعيب. تعليق لدينا من محمد يقول: لا حياة لمن تنادي، حكومة حرامية وسلابة وقادرين على الفقير، الله ينتقم منكم. مشاهدينا نستمع لرأي السيدة أم محمد من مدينة الموصل، تفضلي يا أم محمد حياك الله. أم محمد نص صوت التلفزيون لو سمحتي واسمعيني من الهاتف. يا هلا بي، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلم أبوي، أنا عندي معتقل أبوي. نعم. أي ما حكومة أبوي هاي، معتقل بريء في الشبع عنده أبوي. لا جو علينا بالاسم ولا علينا شيء مسكوبيد وشيء، كل شيء بريء، كل شيء ما عنده. نعم. من ضرب وقتل وهذه، انت كنت عملت فلان شيء قتلت، وكل شيء ما عنده هو. شو وقت اعتقلوه؟ هاي 13 سنة، وهاي 13 سنة ونص. ما اعتقل من 13 سنة. نعم. اي ما دولة هاي؟ شنو التهمة اللي اعتقلوه بسببها؟ قتلت فلان وكل شيء بريء، كل شيء. يعني والله يعني تم الموضوع عن طريق وشايه، لو 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 بدافع طائفي، لو عنده مشكله ويا احد. وقت نوري المالكي كل شيء ما عنده والله ابوي، وقت نوري المالكي. نعم. جو يمسكون كل من يقطعونه بالطريق يمسكونه، الحمد لله انا مره كبيره ما خلينا لا قضاة ولا محامين، هاي 13 سنه وقتور. نعم. بريء. هذول ايش يفرقون عن الكفره؟ ايش يفرقون عن الذي يقتلون فلسطين؟ اكو دوله اسلاميه يجي رمضان ما يطلعون بريء؟ نعم. هاي 13 سنه، وهاي اللي تحكمك، اللي يحكمونه، اللي يحكمونه احزاب يقولون احنا اسلاميين. والله بريء منا من الاسلام يا ابوي، بريء منا من الاسلام والله، الاسلام كم شيء غفور رحيم، بقتل بريء ويصلي روحهم من ظلمه، والله بناته السادس اعدادي فلا يعرف. نعم. لا والله، واثنين وحده عمرها سنه، وحده هاي السنه بالمزاري اثنين ثالث وسادس ما. نعم. يعرف اروح مع كبيره اتوجع ما اروح، ظلم جوع. ام محمد حكمه، هو حكمه لو بعد قيد ال اي 15 سنه والله ابوي. نعم. وحسبي الله ونعم الوكيل، ويصدرهم خطية الأبرياء هذول، والله بريء من الإسلام أبوي، هذول ما إسلام، دمروا. نعم. الموصل، والله ما يفرقون عن الهسع يضربون. نعم. أبدا لا تستغربوا. نعم. من الكفرة ما يفرقون شيء عن الهاي. نعم. جابوا داعش بدي يسيطرون عن الموصل يضربوها، ما خلوا لا جمع ولا بيوت أبرياء بهس على أنقاض تحت البيوت. نعم. أشحنة الموصل. حجي أم محمد، أني يعني الله يكون بعونكم والله يصبركم ويفك أسرة إن شاء الله. والله ندعي ونبكي، ما لنا لا ندعي، لأن مثل فلسطين. نعم. أسعى الموصل مثل فلسطين. نعم. السجون مليان بيها، والمعتقلين والمغيبين ألافات، والبيوت مهدمة. أستفرق بل دي يفعلون بالمعتقل العراقي أسوأ مما يفعلوه الصهاينة بالفلسطينيين. يا بقي قتل كم إسرائيل وسعسقى يعملوا بادوهم للهاي. نعم. عند الكرامة هذول. نعم. ما يريدون يقتلون الشعب معلم. نعم. هذا هاكد ما مثلنا نحن، يقتلون أبرياء. نعم. هذا إيه ما نظام وإيه ما حكومة، اسم حكومة لا نعرف أكو رأي دولة. نعم. أبوي. نعم. ما نعرف حتى اسمه، ما نعرفه إيه ما دولة وإيه ما هاي أحزاب ثانية، بس قيعبوه بجوبر وعلواب عيدين عن الشعب، وإنا لله وإنا إليه راجعون. شكراً. حسبي الله. شكراً أم محمد للاتصال، أشكر حضرتك، والله يكون بعونكم ويصبركم ويفك أسر ابنكم إن شاء الله وكل بريء ومظلوم داخل هذه السجون والمعتقلات، واستمروا بالدعاء إن شاء الله، الله يتقبل ويستمع لي ويستجب لدعائكم وينصركم على ذولا مثل ما وصفتيهم بالكفر الظلمة. أبو عمر من أربيل، تفضل يا أبو عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عمر. قدنا اتصال ويا السيد أبو عمر، للأسف مؤلمة هي القصص التي نسمعها من ذوي المعتقلين عن مدى بشاعة ما يتعامل، الطريقة التي يتعامل بها السجان في العراق مع ابن بلده.
مع ابن بلده. يعني اليوم لما نتكلم عن اليهود وتعاملهم الصهاينة وتعاملهم مع الفلسطينيين في داخل السجون والمعتقلات أهون بكثير مما يتم التعامل به مع المعتقلين العراقيين في داخل سجونهم في داخل بلدهم. اللي اعتقلهم هو ابن هذا البلد اللي يقول أنا عراقي، يعذبهم بطرق أسوأ مما يعذب بها الفلسطيني في داخل معتقلات الصهاينة، ويدعون أنهم مسلمين، ويدعون أنهم عراقيين، ويدعون حبهم للوطن، ويدعون حرصهم على أبناء هذا البلد، وهم ما بقوا مواطن عراقي إلا ما تعرض إلى إهانة وتعرض إلى ظلم وتعرض إلى قهر داخل المعتقلات وخارجها. نكمل مشاهدينا الكرام مع حضراتكم ما لدينا من مواضيع. ننتقل إلى موضوع الفساد في هذه الدولة العراق الحديث مثل ما يوصفه. يشكل الفساد المرتبط بتزوير ملكية العقارات تحديدا، أو يشكل تحديا كبيرا في هذا البلد بسبب تأثير هذه الأعمال غير القانونية سلبا على الاقتصاد وانعكاساتها على حالة عدم الاستقرار والفوضى في المجتمع. ويرى مراقبون أنه لا بد من تجديد الرقابة وتعزيز القانون لمكافحة الفساد وتوعية المواطنين بأهمية التحقق من صحة الوثائق والعقود العقارية قبل القيام بأي صفقة بيع أو شراء، وذلك من أجل أن تتم حماية ممتلكات المواطنين ويتم ضمان سلامتها في ظل تفاقم الفساد في هذا البلد. من بين الأمثلة ما حصل لمواطنينا من محافظة البصرة بعدما تفاجؤوا ببناء جهات متنفذة لمحلات تجارية أمام مداخل منازلهم، بعد أن زورت هذه الجهات المتنفذة ملكية الأراضي التي يفترض أنها عائدة للدولة. وبالرغم من المناشدات المتكررة إلا أن السلطات الحكومية لم تتحرك لإنصاف المواطنين. دعونا نتابع مشاهدينا الكرام هذا المقطع الذي ورد من محافظة البصرة. هذا باب بيتي، هذا باب بيتي، وهذا الكارث، هاي الكارث ما زين تشوفون يا ناس، لا هوا ولا طريق، وأنا بنص البصرة استحوذوا على أراضي ما الدولة بطريقة غير رسمية، وكل الأدلة عندي، كل الأدلة والثوابت عندي من بداية تلاعبهم وتزويرهم لحد هاي اليوم عندي موجودة، والتخاذل الدوائر معها هاي الناس اللي هم يسمونهم مافيات الأراضي استحوذوا على أراضي الدولة بطريقة غير رسمية. أنا شد رئيس الوزراء، مكتب رئيس الوزراء على هاي الظليمة اللي احنا بيها، اناشد فايق زيدان ابو القانون، وناشد حيدر حنون قاضي النزاهة، لانه اذ سدت كل الابواب عندي بالبصرة ما حد يستجاب، الكل تغض النظر. اناشد فايق زيدان بهذا الموضوع، خلي ينقذ هاي العوائل، خلي ينقذ هاي العوائل. يا ناس، هل نحن في إسرائيل؟ هل احنا في فلسطين؟ استحلتني إسرائيل. نكمل مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام. قبل يومين اعتقد الامس او قبل يومين تحديدا، تجولت شخصية معروفة بالوسط السياسي العراقي مشاركة بالعملية السياسية منذ تأسيسها، تجولت بالأسواق والمحلات، وقام هذا الشخص بالتبضع. البعض كتب في التعليقات بأنه من التواضع وأنه لا يخشى على حياته لأنه رجل نظيف شريف، لم تسرق يده ولم تقتل، وبالتالي لا يخشى على حياته من أي أحد، فيتجول في الشوارع وهو مطمئن. دعونا نريكم الجانب المظلم لهذه الشخصية التي تجولت في الشوارع والتي حدث هذا الاستعراض كما وصفه البعض. في محافظة النجف تستفحل مافيات الأراضي بشكل كبير، ولا سيما تلك المرتبطة بالعتبات الدينية والميليشيات المتنفذة، ومنها ميليشيا سرايا السلام التابعة لمقتدى الصدر، حيث استحوذت ميليشيا سرايا السلام وشركة جمال البساط التي يمتلكها مصطفى اليعقوبي وهو المسؤول المالي في التيار الصدري، بالإضافة إلى فاضل مالك القسام وهو صاحب صيرفة،
ومؤيد الجبوري وهو صاحب المقبرة النموذجية. هؤلاء جميعا استحوذوا على أرض سيدة النجفية وفقا لمصادر محلية. وبالرغم من حصول هذه السيدة على أمر قضائي بإخلاء الأرض، إلا أن المحافظ السابق التابع للتيار الصدري كان يعرقل تنفيذ أوامر الإخلاء قبل أن تتمكن هذه السيدة من تحريك الدعوة مرة أخرى بعد أن تم تغيير المحافظ. دعونا نشاهد كيف حاولت قوة من ميليشيا سرايا السلام عرقلت عملية الإخلاء بعدد من السيارات الحديثة قبل أن يتراجعوا بعد أن اكتشفوا أن هناك تصوير سيفضحهم. لنشاهد. أشوف الأقمار الصدرية شن شكولاتها اللي صعدت تاهوات وقامت تستولى على أراضي الوادم. الله، شيء بدع. لو رجك سارتهم هاي شقد رقمها تاهو؟ مضللين الرقم؟ هذا الرقم؟ زين؟ أنا ليش صوري؟ كيف حرية وديمقراطية؟ دولة؟ يا ريت نطلع منها احنا شنو؟ ما تطلع؟ شنو علاقة صوري؟ مين يقول أنت جاي هنا؟ هاي ما تطلع من هنا، هاي الطريق مفتوح. هاي اصور من حقي. خوف؟ ليش تخاف؟ ليش تخاف؟ ليش تخاف؟ زين؟ الارقام 48474 بغداد الخصوصي دال وعالق إشارة فدرالية. خل نشوف تاهات التيار الصدري سود علي. نتابع تعليقات مشاهدينا الكرام على هذا الموضوع. عمر يقول هاي العصابات مأمنة لأن يعرفون ماكو رادع ويمشون على طولهم. تعليق من هيثم يقول هي هاي الديمقراطية والحرية اللي رادوها، هم يردون كل شي فالتون بالبلد، لا قانون ولا سلطة. تعليق من ثائرة تقول حسبنا الله ونعم الوكيل على كل ظالم يغتصب حق غيره بالإكراه، غدا يوم الحساب، ماذا يقول لربه حين يسأل من أين لك هذا؟ وجوزيف يقول عمي هاي ذيول إيران يسلبون أراضي الناس بالقوة، بلد تايه. خلونا نسمع مشاهدينا. طيب كان عندنا اتصالات ويا سامي وابو عمر، بدنا نحاول يعاودون بينا اتصال مره ثانيه بين ما نكمل بقيه المواضيع. ننتقل الى موضوع اخر مشاهدينا الكرام، الى سوء الخدمات في العراق. اظهرت لقطات مصوره تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي غرق شوارع قضاء القرنة بمحافظه البصره جراء هطول الامطار، فيما اشارت مصادر محليه الى ان ذلك يعود بسبب الاهمال الحكومي. وقالت المصادر إن تهالك البنية التحتية والإهمال الحكومية أديا إلى غرق شوارع قضاء القرنة في البصرة بعد سقوط الأمطار بفترة وجيزة. دعونا نشاهد الصور التي وثقت في المحافظة لغرق شوارع قضاء القرنة بمحافظة البصرة بسبب هطول الأمطار نتيجة تهالك البنية التحتية والإهمال الحكومي. لنشاهد. نستمر مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام وننتقل إلى مقطع آخر. في الأثناء تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمجموعة من المواطنين في قضاء القرنة وهم يستخدمون قاربا في التنقل بعد غرق القضاء نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت فجر اليوم. بحسب المقطع المتداول حمل أهالي منطقة هور السعد المحافظ أسعد العيداني حملوه المسؤولية بسبب ضعف البنى التحتية للمناطق وانعدامها عن مناطق أخرى مما جعلها عرضة للغرق وخسارة الممتلكات مع أقل موجة مطر تضرب المحافظة. لنشاهد. يا
شو راح تاخذي؟ ايه؟ شو راح تاخذي؟ لا حول الله. لا حول الله. وين احنا؟ حالتنا عم مسامة غرقنا. مستمرون مع هذا الموضوع مشاهدينا، وننتقل إلى مقطع آخر. إذ داهمت مياه الأمطار ردهات مستشفى الجرنة بشكل يبين حجم الإهمال الذي يعانيه القضاء الواقع شمال محافظة البصرة، وتبين الصور الملتقطة من ردهة إنعاش القلب غرق الردهة بمياه الأمطار وحالة الفوضى التي سادت المستشفى في ظل غياب تام لأي تدخل حكومي، الذي حدث بعد إطلاق المرضى ومن برفقته مناشدات عاجلة من أجل أن تتدخل الحكومة والجهات المعنية. وأسعد العيداني الذي يستعرض بطولاته الوهمية وعضلاته على حساب معاناة أهالي محافظة البصرة، لنشاهد. طيب، نتابع مشاهدينا التعليقات على هذا الموضوع. مهند يقول: مطر صيف وخرجكم عن الخدمة، شلون بيكم بالشتاء؟ أبو مقتدى العراقي يقول: الحمد لله والشكر على نعمة المطر، كشف المستور والظلم. المالكي يقول: الله لا يوفقك أسعد العيداني على هذا الإهمال المتعمد لشمال البصرة. تعليق لدينا من مروان يقول: شر البلية ما يضحك، العيداني يقول البصرة أحلى من دول الخليج. يعني حقيقة هذا التعليق وهذا التصريح يعني يحتاج وقوف وقفة طويلة جدا. طيب، نستمع اتصال سيد سامي من بغداد. تفضل يا سامي، حياك الله. سيد سامي، نص صوت التلفزيون لو سمحت، واسمعني من الهاتف فقط. قال عمي سامي انقطع. سيد سامي. اي نعم. حياك الله، تفضل. حياني باك عمي، عندنا سيارتي انقلبت وتوفت زوجتي عمي. توفت زوجتك الى رحمة الله. انقلبت سيارتي، طق التاير بيها، ابني يسوق بيها، ابني مكسر وشدي مكسرة، ودازين علي الجنايات على قانون 36. يردون مني فوق مرتي، فوق سيارتي مهجومة، ابني مكسر، شدي مكسرة، ويردون من عندي غرامة 3 ملايين دينار. بس دقيقة، بس دقيقة سيد سامي، قانون شنو هذا قانون 36؟ شنو معني؟ قانون 36 مرور، مال انقلبت سيارتي. يعني أنت سيارتك انقلبت، أنت متعمد طيب تقلبها؟ بشارع محمد القاسم، ابني يسوق بالسيارة. نعم. مجاز ورسمي، طق التاير، والله جديد وطق التاير يا أخي. نعم، نعم. مادة قانونية 36، جنايات هاي. توفت زوجتي أستاذ. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني شنو هالقانون هذا اللي حاكمك ويعاقبك على تاير انفجر وصار قضاء وقدر؟
اي والله ودعتك هسه باشر 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 المحكمه يوم 17 بالجنايات مال الاصابه الثانيه. حسين سامي بياق يردون منه لو سجن 6 شهور لو غرامه 3 ملايين. واحنا ما عندنا بيته مهجوم، مرتي توفت، سيارتي انمردت، انقلبت مرتين. نعم نعم. اي والله. وجدتي مكسره، فقراتها مكسره، وابني مكسر، مرتي ميته، سيارتي مهجومه. ويردون غرامه 3 ملايين دينار، القرار يقول هالشكل. نعم. قالوا هذا القرار بباكيت عبد المهدي. ادري يعني يعني اللي قر اللي قر هذا القرار انسان صاحي، يعني انسان واعي على نفسه، عنده عقل. اللي قر هيك قرار. والله ما عندنا يا اخي، والله ما عندنا. وفاء عندنا. نعم. وسياره مهجومه، وابني مكسر، سيارتي مكسره، والقرار يقول لك غرامه من 6 شهور الى 3 ملايين دينار. من 3 ملايين. باكر 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 المحاكمه؟ باكر المحاكمه ما راح اروح عمي، والله ما عندنا. ما عندنا ابني مكسر، شنطي مكسره. نعم. ما راح اروح، ثاني رد من عندكم. الله يكون الله يكون الله يكون بالعون يا سيد سامي، الله يكون بالعون. احنا ننتظر منك اذا تقدر تشارك ويانا باكر او عقبه تعطينا شن حكم عليك، تعطينا نتيجه هاي المحاكمه. والله عمي باكر بكي اجي وليا. نعم. ان شاء الله ان شاء الله يصل صوتك الى من يسمع يا سيد سامي من بغداد. انا اشكر حضرتك، اشكرك شكرا جزيلا. الله يصبرك، الله يصبرك على مصيبتك. الله يرحم زوجتك ويشافي ابنك. يعني اكو بالدنيا قانون يقول اذا صار قضاء وقدر وانقلبت سيارتي بسبب خلل ميكانيكي او عطل طارئ او انفجار تاير او غيرها من هاي الامور الطارئه اللي تصير في بلد كالعراق، شوارعها كارثيه، لا هي معبده ولا هي صالحه انه تمشي عليها سياره، ويصير قضاء وقدر وانا ابو السياره ومتضرر واحاكم واقاضى وأدفع غرامة أو أطالب بأن أقضيها مدة حبس، وين موجود هيك قانون بالعالم؟ يعني وين أكو هيك قانون بأي دولة بالعالم أنه أنا متضرر وتقع علي عقوبة؟ مشاهدينا ننتقل إلى فقرة الإنفوغرافيك لدينا في هذه الحلقة. طبعا شككت أوساط سياسية وأمنية بجدوى حملة حصر السلاح بيد الدولة وفق برنامج يعتمد على شراء الأسلحة المتوسطة والثقيلة من المواطنين، بعد رصد وزارة الداخلية في حكومة محمد الشيع السوداني نحو 16 مليار دينار عراقي، بواقع مليار دينار لكل محافظة. وقال متابعون للشأن العراقي وخبراء في الأمن إن هذه الحملة ولدت ميتة قبل شروع الحكومة بتنفيذها، بعد اعتمادها على المال كحافز لجمع السلاح في ظل استثناء الميليشيات والأحزاب والعشائر من هذه الحملة. المزيد من التفاصيل مشاهدينا الكرام في سياق الانفوغرافيك الذي يعده قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية. We'll be right back.
مشاهدينا الكرام، معنا السيدة أم حسنين من البصرة. تفضلي أم حسنين، حياك الله. حياك الله يوم. أنا عندي ابني سجين. نعم. صار له تقريب 10 أشهر. نعم. اتهموه بقضية تزوير. وهو كل شيء ما عنده، لا عندهم دليل عليه، لا عندهم فشي رأسا، جابوه وخلوه. فأطلب منكم تفتون لي موضوعي هذا. طيب يعني بس دقيقة، هو عنده مشكلة ويا أحد بحيث اتهموه؟ إيه عنده مشاكل هواي بعد سجل، عنده مشاكل وياهم واتهموه، وهم نفسهم اللي اتهموه ويساومون بمبالغ شماله، مبالغ مليارات. يعني اتهموه يعني بس دقيقة أم حسنين، يعني اتهموا ابنك لأنه هو يعني رجل نظيف شريف ما يريد يتدخل بهاي السالفة، لو هو متورط وعنده سوابق. لا والله كل شيء ما عنده وكلها تشهد له، نزيه ومظلوم. نعم. ولهذا السبب هم تاهمينه. لهذا نعم. السبب هم تاهمينه هسه. اللي اتهموه يعني ناس، بس دقيقة، اللي اتهموه يشتغلون وياه جهة من برا، من وين؟ لا جهات هذول الجو هسه جدد من التبعية الإيرانية الحشد. نعم. هم اللي اتهموه. الحشد، نعم. وهسه ويساومون مساومات على كل السجناء. شو يريدون بالضبط؟ هاي اعطيهم ويطلعون لك اياها. ايش قد مطلوب منكم؟ يطلبون مو بس من عندي، من الكل، مليارات. تمام انتم تمام انتم طلبوا منكم شيء؟ هو اي طبعا احنا من عندنا لا ما طالبين، بس من غيرنا طلبوا. اي نعم. والتعذيب اللي عندهم ما صاير ولا داير. طيب انا بس اريد سؤال اخير ام حسنين، لان الوقت ضيق. لما اتهموه بالتزوير، وين الادله والاثباتات اللي نحكم على اساسها؟ والله قدمنا الادله كلها بيضه ادلتنا. طيب وشمان بوجهنا من امه؟ القضاء، القانون، القاضي؟ والله كلهم يمه، كلهم من قاضي. سيدة أم حسنين، الله يكون بعونكم. أنا أشكرك شكرا جزيلا للمشاركة، وأعتذر طبعا لأن الوقت شارف على الانتهاء. خلونا نستعرض سريعا الوسم مشاهدينا الكرام في فقرة الهاشتاج. تجويع غزة جريمة أمريكية. نور تقول: مأساة المجاعة في غزة لا يستوعبها العقل، والأسوأ منها صمت العالم عن هذه المجاعة. أحلام تقول: يتلذذ العدو الأمريكي قبل العدو الصهيوني في مشاهدة الأطفال والنساء والشيوخ في غزة يموتون جوعا أمام صمت عالمي مخزن. المهندس محمد يقول: رمضان شهر واحد، وأطفال غزة لهم 4 أشهر يعيشون صيامهم ليلا ونهارا، بينما الفيتو الأمريكي يعيق أي وقف لحرب الإبادة عليهم، لأنه هو من يقوم بإبادتهم قصفا أو جوعا. مها تقول: أطفال غزة يصرخون من شدة الجوع، ولا حياة لمن تنادي. وبهذا مشاهدينا الكرام أصل معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لكم لطيب المتابعة وإلى اللقاء.